عباده الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغدتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت مندي وداه أبا حسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الله صل على محمد وآل محمد. حسن المجتبى تقبل ثنائي ومديحي يا سيدا ذا العلاء. أنت يا ريحانة الرسول وصبط وحفيد لخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد. كفه البحر حين يعطي ولكن من عطايا البيضاء والصفراء علمه الغيث حين يهطل وبلا فترى منه خضرة الصحراء. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلى على محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه. فاطمة الزهراء صلوات ربي عليه. الحسن والحسين صلوات ربي عليه. زين العابدين صلوات ربي عليه. الأئمة المعصومين صلوات ربي عليه. صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه. صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه. صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. وقع الخلاف بين المفسرين، وكان منشأ هذا الخلاف هو حول المقام الذي أعطي إلى إبراهيم الخليل في الآية. هل أن المقام
الذي أعطي إلى إبراهيم الخليل هو مقاما جديدا أم أنه مقام تأكيد على النبوة والرسالة؟ وهذا ما ذهب إليه أهل الخلاف، حيث قالوا بأن المقام الذي أعطي إلى إبراهيم الخليل ما هو إلا مقام توكيد على النبوة والرسالة. وعلى العكس تماما ما جرى عند علماء أهل البيت، حيث قالوا بأن المقام الذي أعطي إلى إبراهيم الخليل ما هو إلا مقاما جديدا ما وراء النبوة والرسالة. ما هو الدليل؟ الدليل بأنهم عرفوا وظيفة النبوة، وعرفوا وظيفة الرسالة، وعرفوا وظيفة الإمامة. النبوة هي تلقي أخبار الغيب وإيصالها إلى الخلق، وأما الرسالة هو أن يأتي هذا الرسول بشريعة خاصة من وحي يوحى إليه. وأما الإمامة هي قيادة الأمة ووحي وشريعة خاصة من وحي يوحى إلى هذا الرسول من قبل الجليل جل وعلا. الدليل الثاني على أن هناك مقام جديد إلى إبراهيم، ألا وهي رواية الإمام الصادق سلام الله عليه عن زيد الشحام عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإنه اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإنه اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإنه اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. فلما بانت عظمها في عين إبراهيم قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي. بس أنت هذه رواية تدل بأن إبراهيم الخليل تخطى أربع مراحل، أربعة اختبارات صعبة: اختبار العبودية، واختبار النبوة، واختبار الرسالة، واختبار الخلة، وبعد ذلك وصل إلى مقام الإمامة. دليل أن المقام جديد الذي أعطي إلى إبراهيم الخليل. ومن هنا يأتي إشكال الوهابي حول هذه القضية. يعني انتون تقولون بأن الإمام أعلى رتبة من ماذا؟ من النبوة والرسالة. هنا يأتي إشكال، يعني انتون يا الشيعة تقولون بأن أئمتكم أفضل من الأنبياء، يعني الإمام أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول له هني وقف، انت فكرك قاصر، انت فكرك ضح، ما تفهم، ما عندك. انما النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم حاز المقامات الثلاث: عباده ونبوه ورساله، وكان قائد بشري اماما حقا، ومن كثر عبادته نزلت تلك الآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نبوة ورسالة، وكانت لديه الإمامة الحقة، قائد بشري فد استراتيجي كبير، قائد استراتيجي كبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما دخل حربا إلا وهي بقيادة كبيرة، حتى وصفته السيدة الجليلة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأخبرت القوم بمن هو رسول الله صلى الله عليه وآله: كنتم تقتاتون القد وتشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أدلة خاسئين، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بأبي محمد. أي دلالة على إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كبير.
السؤال إمامة هي أعلى رتبة من النبوة والرسالة، لكن إمامة ما تكون بالطريقة السهلة، وإنما للإمامة شروط عدة. الأمر الأول ألا وهو شرط العصمة، الإمام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون معصوما منزها عن الآثام والأخطاء والزلل، لأنه قدوة. كيف بالقدوة لا يكون منزها عن الأخطاء والآثام وعن السقوط وعن الزلل؟ وبالتالي هو مو قادر يقود نفسه، كيف به يستطيع أن يقود مجتمعا بأسره؟ ولا بد أن يتمثل هذا الشرط عند الإمام، ألا وهو شرط العصمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهيرا. وهذه كانت الميزة في أهل بيت النبوة، موضع الرسالة ومختلف الملائكة، هذا شرط أول. الشرط الثاني ألا وهو شرط العلم الغزير، قائد بشري وما عنده علم، أو شخانة تبعه، إن كان لجاك واحد ويسألك مسألة ابتلائية عن الحكم الفلاني وانت ما تعرف تجاوب، عوش كانت ستسقط من عينه. يجب على الإمام أن يكون عالما بظاهر القرآن وباطنه وبفروع الدين وأصوله. وبالتالي كم من عالم استطاع أن ينقد الأمة؟ لماذا؟ بعلمه، بحكمته، بقلمه. تبي مثال؟ ألا وهو السيد محمد باقر الصدر على الله في الخلد مقام، يحتدى به، يحتدى به السيد محمد. وما أدراك ما السيد محمد؟ هذا الذي أنقذ المذهب الشيعي من الضربات الشيوعية، جد ضربات شيوعية جعلت الشيعة ينحرفون عن المذهب، وأخرج كتابا اسمه فلسفتنا، وعند كتاب بعد اسمه اقتصاد. هذا مرجع الحين في جامعة البحرين، سيد محمد باقر الصيد في التربية الإسلامية يرجعون إليه. وأخرج كتابا اسمه اقتصاد وعرض على كبار القوم في الرياض، ورأوه، عندما رأوه قالوا الكتاب لا تشوبه شائبة وقيم، إلا أن صاحبه رافضي. زين الكتاب وقيم بس صاحبه رافضي. ومثالا على ذلك العلامة الأميني على الله في الخلد مقام، هذا الذي كشف قضية الغدير وبين قضية الغدير بأن الإمام علي سلام الله عليه هو الإمام الحق، هو إمام الأمة، حتى كان يصرف شيئا أو أكثر أمواله، وكان يصرف شيئا من وجاهته. حتى ذات يوم تعسر عليه كتاب من كتب العامة ما حصله، يبقى يكمل الموسوعة التي لديه، فقالوا له هذا شاب أبوه عالم، قد توفى أبوه ولديه مكتبة، أكيد اتحصل هذا الكتاب عنده، عند الكتاب. فذهب إليه، طرق الباب، قال ألديكم هذا الكتاب؟ خرج ذلك الشاب، قال الشاب غشيم يعني ما هو بحاث في الكتب ولا يعرف في الكتب شيء، ألديكم هذا الكتاب؟ قال بلى. قال إذن أعطيني هذا الكتاب. قال لا، ما نعطنك إياه. إلى وش يعني؟ بخلص قضيتي.
قال كتابي وانا على الهواي ولا انا عاطنك اياه. قال زين بيعني يا ولا تبي بعطيك بيعني الكتاب. قال ولا انا بايع عندك اياه بعد. قال درى اجرني الكتاب اجرني ولا تبي بعطيك مع الضمان وباجيب شهود. قال ولا اجرك بعد الكتاب. وش هالنحاسه يعني؟ لا هو بايع لا هو مأجر لا هو عاطي. قال دريت خلني أدش وياك المجلس وانسخ هذا الكتاب وخلصت القضية. قال ولا أدش بعد أدش. يقول ضاقت نفس الشيخ وتوجه إلى أبو الحسن الإصفهاني زعيم حوزة. بعد اللي قاله أبو الحسن الإصفهاني الكل يقوم على رجوله. قال ذلني ذل على هذا الكتاب واخذه بنسخه معاطني اياه. لو ايش يعني؟ وهذا بيفيد المجتمع موسوعه الغدير. قال ابو الحسن الاصفهاني نادوا عليه كل جابه. قال انت ما تستحي على وجهك الشيخ بعظمته الاميني واقف على الباب يريدك ان تعطيه هذا الكتاب. قال ولا انت بعد. يقول فضاقت نفس الشيخ وتوجه من النجف إلى كربلاء. جزاكم الله وإياكم وصلوا. من النجف إلى كربلاء خرج في منتصف الليل إلى أن وصل عند صلاة الفجر. انتهى من صلاته أراد الرجوع إلى النجف وإذا به يرى شيخ اسمه شيخ محمد علي القسام. عانقه عناقا طويلا قبله قال له الفطور عندي هذا اليوم. قال نبي نمشي. قال لهم اليوم الفطور عندي. يقول فدخل عنده فأكل أراد الخروج. قال له أنت خارج هاكو حاط لك حزمة كتب عند الباب وأعرفك بحاثة في الكتب إذا خرج فاحمل هذه الكتب معك. يقول خرج من الباب انحنى إلى الكتب وإذا أول كتاب الكتاب اللي يبحث عنه اللي دوخه حصله. فعلم أنها كرامة من أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال تجدها عند ولدي الحسين سلام الله عليه. هذا شاهد على الإمام أن يكون عالما. الأمر الثالث والشرط الثالث ألا وهو شرط الشجاعة. ومو شجاعة رفع سيف رفع رمح. لا يا حبيبي الشجاعة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي شجاعة؟ مو تشوف الضيل وانت ساكت، مو تشوف الضيل ولا تستنكر. ترى الشجاعة الحقيقية هي أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن الأمر الرابع ألا وهو أمر الأخلاق الحميدة. يجب أن يكون لديه الخلق الحكيم الحليم وأن يكون حليما. وبالتالي الله سبحانه وتعالى وصف النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى خلق عظيم. وبالتالي أدونا وكل الأنبياء دعوا على أقوامهم إلا نبينا الأعظم محمد. كلما أدوه استند إلى الجدار ورمق بطرفه إلى السماء وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلم. أنبياء منهم ضيج وهرب وغضب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يرمون في وجهه الأوساخ. هذه شروط الإمامة. ومن شروط الإمامة أيضا ألا وهي الولاية التكوينية. أي بمعنى هذا الإمام يقول الشيء كان فيكون بإذن من الله سبحانه وتعالى. وكانت كل هذه الصفات وكانت كل هذه الأمور متمثلة في كريم أهل البيت سلام الله عليه الإمام الحسن سلام الله عليه. كان مثالا في الإمامة
وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، حتى قال الحسن والحسين إمامان. شوف حط عليها خطين، إمامان إن قام وإن عدم. إمام الحسن كانت لديه الإمامة الحقة، كان إماما مفترض الطاعة هكذا. وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذه القضية حينما قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. جوك الأقلام الأموية أرادوا أن يمحوا هذه القضية، وأول ما بدأ جاء يحيى ابن أكثم إلى الإمام الجواد سلام الله عليه، يبان يمحون هذه القضية وينسبونها لفلان وعلان، لفلان وعلان يريدون أن ينسبونها القضية. جاء يحيى ابن أكثم إلى الإمام الجواد سلام الله عليه، قال له يقولون بأن فلان وعلان هم سيدا كهول أهل الجنة. يلا ببعد تقبل انت ازيد من هالشي، سيدا كهول أهل الجنة. قال وش هالحكي يعني؟ اولا كهول ليس هناك في الجنة، هذا الشاب اللي في الدنيا وهي اللحية البيضاء، قال انت بتعيد في الجنة بيروح كل شيء وبترجع شباب مثل ما قلت قبل. قام بيسأل بعد، يقولون بأن مثل جبرائيل أو مثل فلان وعلان كمثل جبرائيل وميكائيل، يعني اثنينهم يساوون، يساويهم بالملائكة، يساويهم بالملائكة. قال أين هما من ميكائيل وجبرائيل؟ هذين عبد الله سبحانه وتعالى ولم يعصيان الله سبحانه وتعالى، وإنما الاثنان كانت مدة إسلامهما أقصر من مدة إشراكهما. بعد زاد الطين بلة يحيى بن أكثر وقال يقولون أن الثاني هو سراج أهل الجنة، سراج أهل الجنة. قال للإمام يعني الله بخلي نور آدم أبو البشر وبخلي نور جدي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بنطلع نور فلان، انت تب الحقيقة هلا مغضوب عليه، وش دراك يدخل الجنة ما يدخل الجنة؟ غضبت عليه سيدة نساء العالم ومالت بوجهها عين. وش بعد؟ خلاص بعد ما نبغى نتكلم اكثر لاني وبس. وبالتالي هم ارادوا أن يمحون الفضائل التي نزلت في الإمام الحسن سلام الله عليه، أماذا؟ وإلصاقها بأناس ليس لهم الحق في أن يوصفان بهذه الوصف، بهذا الوصف. وبالتالي الإمامة الحقة كانت عند الإمام الحسن سلام الله عليه، وكانت عند كريم أهل البيت، وليس هناك غرو في ذلك ولا استغراب في ذلك، إنما هو حفيد نبينا الأعظم محمد. ثانيا على حب أهل البيت، ثالث هدية إلى مولانا كريم أهل البيت وعلى أصواتكم. اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى لما حملت فاطمة بالحسن عليه السلام خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لفاطمة إنك ستلدين غلاما قد هنأني به جبرائيل عليه السلام فلا ترضعيه حتى أصير إليك. قالت نعم. فلما قرب وضع البتول بصبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونجل علي الوصول المفترض الطاعة إلى يوم الساعة المحدث بأمر الخفيات المخبر عما فات وما هو آت بالمناقب الزاهرة والمفاخر الطاهرة والمكاثرة ذي الأسرار الإلهية والقوة الربانية والخلاص الملكوتية حاكم يوم الدين الإمام الحق المبين ولي رب العالمين الإمام المعصوم من الذنوب وصير رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام المعصوم من الذنوب والآثام المحبوب إلى علام الغيوب الكوكب الأزهر والقمر الأنوار شبر وما أدراك ما شبر وقد حضر عندها ما يأتي النساء من النساء وعندها أم سلمة وإذا بالبيت فاح بالرائحة الزكية وامتلأ نورا فبينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت بالإمام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلاة صل على محمد عليك نبي طالب صلاة ربي عليه صلي وسلم عليه صلاة ربي عليه فاطمة الزهراء صلاة ربي عليه الحسن وكل مصباح لما ياح خادم إله تمنيت بهالعقيدة مرتاح لولاهم أبد ما جيت بهالعقيدة مرتاح لولاهم أبد ما جيت الأعمال الأعمال بحمهم تقبل الأعمال والخالفهم بالعدين مبروكين 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 يا البيت يا البيت مبروكين 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 يا البيت مبروكين مبروك يا أم الأطهار
معصوم بمولوده جت الافراح وانكشف هم المهموم وانكشف هم المهموم. اسم الحسن يا محلى من نورة تزهر النجوم واسم الحسن يا محلى من نورة تزهر النجوم من نورة تزهر النجوم. ما ينشال ما ينشال عن الفكر ما ينشال ساكن قام ابن من سنين مبروكين 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 يا اهل البيت مبروكين. ماخذ صفات المرسول بنور الجلال اتكلم بهيبة علي في الافعال والعدو يما يندال والعدو يما يندال. وبأكرم تحكي الاجيال مو ثاني صار الاول وبالكرم تحكي الاجيال مو ثاني صار الاول مو ثاني صار الاول. كل محتاج كل محتاج مسرور يرد كل محتاج وينقاضي عنا كل دين. مبروكين 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 يا اهل البيت يا اهل البيت مبروكين 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 بجيتك يا ابن الوصي عشنا بفرحة وعياد كل مؤمن بفرحة صبح وتناصفك الأولاد والخير من فضله نزل وطاب الشرب والزاد والخير من فضله نزل وطاب الشرب والزاد. أخوتها أخوتها اسعد هالليلة يا محلى اسعد هالليلة يا محلى واسعد هالليلة يا محلى واسعد. بنت النبي استبشرت بأول المولود سماه جد المصطفى بأمر العلي المعبود اسمه حسن وكله حسن فايد الورد والعود اسمه حسن وكله حسن فاق الورد والعود. للعالة ها ها للعالة ها يا شمعة تضوي للعالة يا شمعة تضوي للعالة يا شمعة تضوي للعالة يا شمعة تضوي للعالة. يا رب متعنا ضروب النظر للمعصوم محال قلبه بنظرته ما ينجل الهموم ومحال ينزل كل مطر وما بالسما غيوم ومحال ينزل كل مطر وما بالسما غيوم. تهليل للبارد دايم تهليل للبارد دايم تهليل للبارد دايم تهليل للبارد دايم تهليل. ارفع ايدينك بالدعاء وبالمجتبى المبرور في الدنيا توصل مرقده وبالجنة هم الزور. منبع شيم بحر الكرم نجلجل تجيك الحور منبع شيم بحر الكرم لجلجيك الحور. أخوتها أخوتها واللي يطلب حاجة يعطيله واللي يطلب حاجة يعطيله واللي يطلب حاجة. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صلى محمد عليك يا أبي طالب صلوات ربي عليك وسلم عليك.